سلامة. سلمى لاباس؟ الحمد لله. يقول لك صاحب صنعتك عدوك، صحيح ولا غلط؟ صاحب صنعتك عدوك، صحيح صاحب صنعتك عدوك، أما هذا عند ربي حرام. عند ربي يلزمك، خاطر علاش بما يقول لك هي صاحب صنعتك عدوك، يقول لك السر تجيش تقوله علاش، يقول لك السر للسر ما نعطيش السر للمهنة. فهمت كيفاه؟ أنا تعديت علي برشا فترات وبرشا أجيال في تونس، حبيت نتعلم صنعة وحبيت نعمل نقفز بروحي من صغير، باش نعمل أميتي الوحيدة، باش نعمل أتيلي متاع شني؟ تاع صبابط، تاع أحذية. عجبتني مني صغير انا من الكونتوار الطابوريه اللي يقعدوا عليها في طول الطابوريه، الوالد حل اتيلي. باش احكي لكم في تونس في الحفصيه في نهج المشرقه، هو حانوت بالحاج محمد بالحاج، هو سيفيل على الشيره وبابا حل على الشيره. كون بوك الشيء اسمه شادي بن عيسى، هو في السوق شادي بن عيسى معروفة، معروف تاجر، هو تاجر مش صناعي، تاجر. نتاع شناي؟ نتاع أحذية في البلغاجية. كانوا عندنا زوز محلات في البلغاجية، مودرن مش بلوغ، مودرن. من الفترة هذيك سيدي شا عملوا هما؟ لعبوا له لعبة الحلاب، خذوا له عملوا له الموديل ارتيكل، عملوا له توا ناخذوا الارتيكل، طلع ارتيكل صابور جيل. ما عملوش الزلام، ما جبدوش النوامر، معناها زوباسيون، خدموا الكل فرد نوامر. اش عملوا هما؟ خذوا السلعه وطاحوا يفصلوا. شكون هم؟ نعم دياو. نعم تاع بوك؟ نعم تاع بابا. كي فصلوهم وكل فرد يتاعي، معناها السلعة الكل مشيت سقاطة، ركبوا وكلهم فرد نومرو، كلهم فرد نومرو، معناها عملية غش ولا عملية هذه تنجم تقول عملية عصابة، خاطر متكونة من عصابة، من كيما نقول احنا من التجار للماكينجي للفوندور وكل شيء. لعبوا له حسيلو مقعدش بوريد وقايد فلسة، وهو بالحاج بارك الله عليه محمد بالحاج يملك سيفيل حصرة، كان قبل في وقت في التسعينات، وفي التسعينات كان سيفيل عنده معمل يرهب. حتى كمشيت غاديكا مشيت بحث المعمل هذا في شكان في الشرقية، وعنده في راجل الساحل، في راجل الساحل في السكرة، وعنده برشا مع توا مسكينة توا. معمل صبابط هذا؟ معمل صبابط. مازال موجود؟ ولاده ما عادش، كان عنده بازارات في تونس ومازال عنده بازار برك هنا في نجم باريس وهكا، ومعناها كلا عدى في تونس هنا. كل واحد يعطي الفترة نتاعه ويمشي على روحه، راه ما يبقى بالواد كان حاجره. المهم بالنسبة لي أنا السنة راني تعبت، ما حبوش يوروني. أنت تعلمت على أبوك ولا لا؟ بابا تاجر، بابا مش صناعي، بابا تاجر. تاجر خاطر التاجر وحده والصناعي وحده، أما يخدم على الصناعية. قبل سيدي بالكلمة، مش بالكلمة، بالكلمة ولا بونو، يعطيه يجي السنة يقولوا عندك عندي خدمة، يعطيه بونو يمشي ياخذ سلعة وبسلعة بسلعة ويخدموا. قلت لي أنت ما حبوش يعلموا. ما حبوش يعلموني. مشيت لشكون وطلبت أنك تتعلم الصنعة؟ أنا مش أنا بجادي أنا نشد، خلوني نعدي في الكول وكل شيء، نجي مش نتعلم حاجة أخرى ثانيين ولا التبقيت، نحي من نيدك يعني ليش تعمل، أقعد كيكة ولا في تونس. في تونس شيء كبير، وقل لك شيء كبير. ليه خلو يعلموا شكون؟ يجيب ولد عمه ولا ولد خوه يعلموا فيسا ويخلصوا زاد.
بالنسبه لي انا ما قل تقلبت ياسر ولتو انا عاني تو انا عاني اقسم بالله العظيم قريب قريب ربي باش يلزم ديها وشبت وكل شيء ولتو انا عاني قلبها ياسر شيء مهول شيء مهول اللي خلوك برا جيب لنا يعملوك متاع جيب لنا قهوه جيب لنا كاسكروتيت جيب لنا واحد ويدلوا عليك ويجيب لنا وكاو هذيك هذيك التونس تصير واحد منها. مالا صنع وين تعلمت؟ تعلمت فما تعلمنا خرجت من تونس من تونسي فما طحت قبل ما نخرج من قبل ما نخرج من تونس طحت بانسان عنده معمل تاع الصبابط قال جيت تخدم معايا قلت له جيت نخدم معاك حطني على الماكينه وليت نخدم ماكينجي قال لي هو معاق السيد هذا معاق السيد هذا معاق اسمه الله يرحمه اسمه هادي تاكسي سببته يعرفوا اسمه هادي تاكسي. حكينا وين تعلمت الصنع؟ تعلمت في ايطاليا. مشيت لايطاليا؟ مشيت لايطاليا. مشيت غاديكا معناها يعلموك ولا زاد ما يحبوكش تعلم؟ فما حاجات اخرين خاطر ماكينات وماكينات ومشيت وتعلمت وقريت ووصلت نعمل لابوراسيونات فيني معناها كومبليت سبورتيف انا خاطر عندي ستيل مدعي انا ستيلي انا فيمينيل بدونا دونا معناها نسائي نخدم النساء ستيل مدعي نسائي ونعمل وتعلمت انتي تخدم صبابط نتاع النساء سبيسياليتي مدعي كيما تعلمت نسائي مش رجالي نسائي اما اصعب نسائي اصعب خاطر نسائي اقل فويت يظهر وفما في العلو فما على حكايه العلو فما العلو فما الرجال النقشه بالنسبه للنقشه ولا الديفويت ولا حاجه تنجم بينسيون ولا بينسيون تنجم تنحي العور نقولوا نحن العور تحب تقول للعباد اللي ما يحبوش يعطيو سر المهنه كيف ما قلت الدنيا فيها موت والانسان ما يهز كان فعله خاطر جاك هذاك سواء قرض ايش عندك انت ما عنده شيء حكايه فارغه حكايه فارغه عنده وحتى هو اللي عنده سر المهنه وما يحبش يعطي سر المهنه هو عنده عور وغالط على طول الخط خاطر يا احمد ربي فما توا وقت الحاضر وقت الاعلاميه وقت الدراسه فما التكوين المستمر فما التكوين فما اللي تعمل الفورماسيون تاخذ كل اللي تحب عليه اما الشباب توا حتى الدول نتاع العالم الكل تقول لهم على العالم الكل ما عادش يحبوا يخدموا الشباب خاطر الشباب هذاك يستغلوا فيه الولاد الصغيرات هذوكم ويستغلوا فيهم ويمشيوا في هوا كيما انا اكثر من مشيت انا.